دي معلومة يعني مش عارفين المقصود منها، يعني هل هو ضرب استقرار الفريق ولا ما؟ نشوف الأخ إسلام، ما كان حتى مشكل لا بين ما بين اللاعبين، لا ما بين المدرب واللاعبين والإدارة، لا ما بين بريزيد. احنا الحمد لله كما يقول لك تو بيان. وهذه الصورة دي تاع بولحي كان طلب الإذن مني عندها سمانة، قال لي هل من الممكن نروح بور 48 ساعة فرنسا باش يريكلي أموره الشخصية. طلب مني الإذن وطلب منه من المدرب وعطينا الأوتوريزاسيون، يعني ما كان حتى حكاية اسمها بولحي. يعني نقرا منه ومنها الناس تهضر، ربما أنا نقول لهم احنا رانا الاتين رانا نخدموا في صمت، رانا الاتين بروحنا.